طيبة ومباركة، ونقول كويتو يا الربع. اعملوا مشاركة يا شباب، ما شفنا هذا، يلا اعملوا مشاركة وفروا فروا يا الربع. عندنا كلمتين حابين نقولها، يلا حيهم. يا مرحبا، جمعتكم طيبة ومباركة إن شاء الله. فروا فروا يا شباب، فروا، خلوه يفر. تويتر، فيسبوك، سناب شات، انستغرام، والله وقت صلاة الحين ما ينفع، بعد بيقوم بيصلي يمكن 10:30، 12:30، يلا في وقت، هي 10 دقائق بس بنروح نصلي، احنا عندنا 10:30. فوق العداد حبينا نقول في هذه الفترة أن الكل يريد إنجاح مساعي دول مجلس التعاون الخليجية أو دول مجلس التعاون الخليج العربي في المجلس الرئاسي وما خرج به اليمنيون في الرياض من مشاورات. هذا المجلس بيعمل جولة مكوكية على العواصم العربية منها القاهرة والدوحة وأبوظبي والرياض وعمان، كثير من الدول العربية، لكن المشكلة تكمن في عدم ثقة النواب السبعة في رئيسهم الدكتور رشاد العليم. إذن أنت تقسم اليمين الدستورية أمام رئيس ومجلس شورى ومجلس نواب وحكومة ومجلس وزراء وفي الأخير لا تثق، هذه مصيبة. أما الاختيار أنه السبعة لماذا لم يقادروا أو يذهبوا مع الرئيس، يعني تخيل أنت يدخل الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي عند الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويقول له أنا رئيس الجمهورية اليمنية، يقول له يا بعرف، ودا من ده يقول له نائبي، ويعرف عبد الفتاح السيسي هذول النواب حق اليمن. رجع لنائبه قال له شوف كيف حضرتك والحكومة المصرية، قال لهم شوفوا كيف، قولوا الحمد لله ان احنا معانا نائب واحد اليمن معاهم سبعة. اليمن معاهم سبعة نواب، نحن الحمد لله معانا نائب واحد ومش محصلين، انتوا عندكم سبعة هنا بيتضاربوا النواب. على كل حال، لهذا السبب تم وضع خطة للقيادة الرئاسية انهم ما يسافروا السبع مع بعض زي سبع المدهش في كل دولة، رئيس وسبع نوابه ماسكين بيد، لا خلاص اختاروا كل عاصمة يذهب الرئيس واثنين او ثلاثة من نوابه بس، وهكذا وقع الاختيار على ان يكون فلان وفلان في مصر وفلان وفلان في الدوحة وفلان وفلان من النواب وليس كلهم. هذه معلومة واحدة حبينا نقولها لكم حتى لا، ولكن انجاح المجلس الرئاسي مهمة كل يمني، يجب إنجاحه. في المستقبل القريب سيذهب الدكتور رشاد العليمي فقط ومدير مكتبه واثنين من السكرتارية اللي هم يعملوا جولة مكوكية. فإنجاح مساعي الخليج والمساعي وإخراج اليمن من عنق الزجاجة هذا مهم جدا. الناس تعبت، شوفوا أنتوا طبول الانتقالي في عدن، صالح العبيدي أو صلاح العبيدي
وحسين الحنشي يصيحوا كده. واحد يقول لك الحوثي عنده شركة اتصالات في عدن. طيب مين اللي مسيطر على عدن الحين؟ بغيت بعرف انا، حوثي ولا انتم؟ اخرجتوا الشرعية واخرجتوا الاتحاد واخرجتوا القوات الحكومة اليمنية واخرجتوا الكل، انتم اللي تسيطروا على عدن الان عسكريا وامنيا واداريا وفوضويا وبلطجيا، كل شيء انتم اللي مسيطرين عليه. وفي الاخير تقول لي ان الحوثي مسيطر على عدن تقنيا او في الاتصالات وفي الخدمات؟ يا اخي عيب، ما يستحون. فضحهم وفضح نفسه. والثاني يقول لك طماطم، عدن اصبحت طماطم. وخرجتنا هذه تقول لك ايش؟ انا من الصبيحه وهي طلعت من المريخ، ما عرفنا مين وين، ما لها جد ولا لها خال حتى في بلاد الصبيحه، الكل نكرها. على كل حال نرفض اي قتل للصحفيين، اي قتل للصحفيين نرفضه رفضا قاطعا. لا يمكنك استخدام عملية القتل ضد أي كان يحمل القلم أو الرأي أو الفكرة، إنما إذا أردت القتال عليك بالجبهة. هناك حوثي جبهاته مفتوحة، إنما تأتيني تقول للحوثي مسيطر على عدن بالاتصال، كيف يركب أبراج في عدن؟ الحوثي يركب أبراج اتصالات، ما يركب لك أنت شريحة في تجسس تحت طاولة ولا شيء، لا، يركب برج في شارع عام في عدن ويجي يقول لك هذا الحكومة مسيطرة على عدن. من اللي مسيطر؟ الحكومة ما تقدر تخرج بطقم واحد في عدن، والله ما يقدرون يخرجون بطقم. إذا كان أحمد سعيد بن بريك نفسه ما يقدر يقول لك اليوم جمعة، شوفون خلونا نشوف واحد بس، خلونا نشوف واحد يصلي في مسجد الرضا ولا يصلي في مسجد الرحمن ولا يصلي في مسجد أبان ولا يصلي في أي مسجد في عدن. ما يقدرون يصلون صلاة جماعة، الجماعة حتى في المعاشيق ما يقدر يصلوا صلاة جماعة، ما يقدر يصلوا صلاة جماعة في جمعة، فما بالك في الأيام الثانية. فوضى فوضى، طماطم عدن طماطم. سلام.